لله ما أعطى ولله ما أخذ. يصعب نمشي ونتكلموا في موضوع آخر، وقدامنا اليوم كارثة من الكوارث اللي تصابت بها ساكنة دوار تيزيرت في منطقة تارودانت. لا راد لقدر الله، ولكن كيعجبني بزاف المثل اللي كيقول الحذر سبق القدر، حيت هاد المثل كيلزمنا باستباق الأحداث والكوارث واتخاذ الاحتياطات الضرورية باش نخفوا من المصائب. وهذا المجال اللي كنتكلم عليه راه ولا علم كيدخل ضمن التقنيات اللي كتقرا في مجال تدبير الازمات، وتيسميوها بتقنيات الاستباق. جدودنا كانوا كيشوفوا السما حمراء وكيوجدوا راسهم وكيتنبؤوا بالشتا والعواصف، ولما يشوفوا الضبابه في صباح سخون كيقولوا الا كان الحال سخون وشفتي الضبابه هرب ولادك للغابه. هذا فن التنبؤ عند جدودنا. اما اليوم فراه عندنا وسائل متطوره بزاف، ومع ذلك ملي ما كيكونش الضمير والإحساس بالمسؤولية فلا قيمة لكل هاد الوسائل، وملي كيتزاد عليهم الجشع والفساد والوصولية اش كتنتظر من غير هاد النتائج؟ حنا إلا بقينا هكذا حالين فمنا قدام هادشي اللي كيوقع فراه المسؤولية كتوقع علينا حنا كإعلاميين وانتوما كمواطنين، حيت مطلوب منا نصرخوا في وجه الحكومة والمسؤولين المحليين باش نفيقوهم لعيوبهم، يعني باش نوعيوهم مادام هما ما كيوعيوناش. واش ماشي من حقنا نسولو شكون اللي رخص الجمعيه تيزرت باش تصلح ملعب في قلب الواد، وشكون اللي راقب المواصفات اللي تم بهذاك البناء العشوائي اللي غير دار به الماء وهو يتهدم؟ هادوك ناس المنطقه كنعرفوهم وكنعرفو تربيتهم واخلاقهم وحبهم لبلادهم وعنايتهم بقراهم ودواويرهم، ولكن واخا هذاك الملعب عمره 40 عام كيف كيقول رئيس الجمعيه راه المسؤوليه كتحملها الجماعه. المغاربة كيقولوا دوز على الواد الهضوري وما تدوش على الواد السكوتي، والمغاربة كيعرفوا بأن الواد بحاله بحال البركان عمرك تقول عليه ناس. وهاد الناس اللي كيتفرجوا في ولادنا كتجرفهم الويدان وكتطيح عليهم الصخور بين الجبال راه حنا ما نسكتوش عليهم حكومة ومنتخبين. فينك سعد الدين العثماني اللي مصدعنا أنك ولد هذيك المنطقة وكنتي كتنقل فيها غير بالدراجة؟ واش كتعرفها غير ملي كتكون الانتخابات والزرود والكلام الخاوي؟ هي كتقول غير قرص الحيط ويشعل الضو، حل الروبيني وينزل الماء. تحل الروبيني هنا يتكب الماء، تشعل الضو تدير الروبيني دير هذيك السارود ديال الضو ويشعل الضو. ايوا واش فراسك بلي هاد الناس ما لقاوش الماء باش يغسلوا الجثامين ديال ولادهم؟ حيت العين تسدات بالطين ديال الواد عاد رسل لهم العامل ستيرنات. وفينك بن كيران اللي حيحتي النهار اللي منع وزير الشباب والرياضة ترخيص لأحد المخيمات حيت كيهدد سلامة الوليدات؟ قلتي لي أنه حقر على الوليدات الصغار وشبعتي فيه سبان. هذاك السي الشوباني داك الشي اللي دار عاون داك الجمعية عاونها علاش؟ كرئيس ديال الجهة أعطاها مليون درهم. شو هي مليون درهم في الميزانية ديال الجمعية؟ شوفوا شحال الميزانية ديال الجمعية. إوا دابا هذا وجهك ولا كفاك؟ خشيتي راسك في الرملة؟ واش دابا عرفتي بعدا علاش خاص كل واحد يتحمل مسؤوليته في المهام الموكولة ليه باش نضمنوا السلامة والوقاية للمواطنين ولوليداتنا؟ فهمتيها ولا نعاودها لك بالخشيبات؟ وانت الضيف السي عبد السلام رئيس الجماعة ديال ديك المنطقة، فينك؟ وفين حزبك الاتحاد الدستوري؟ مول العود ياك زعيم الحزب محمد ساجد حتى هو كينتمي لديك المنطقة، واش هذاك السيد كيركب على العود مرة في كل 5 سنين ومن بعد كيرجع يعطيها للناس؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نهار كتبغيو أصواتهم كتحوموا عليهم، ونهار يكتب المكتب كتخباو ورا الباب. ياك ما داعين معاكم الوالدين، سير ولدي انا بغيتك النهار الخايب يلقاك غايب. كثرت الهم كتضحك، راه ماشي غير الضعيف اللي كيتحمل المسؤوليه، راه حتى العرج عنده رجل فيها. علاه هو شاد الثقافه والاتصال غير باش يتصور مع عباد الله في البيرو اللي عاودوا ملي ولا وزير؟ ما مصدقش راسو، وقيله كيجمع التصاور لدوائر الزمان. خلص صداع وراه في كليه مكناس وجا لوزاره الاتصال كيتصور مع عباد الله. على الحملات التواصليه والتوعويه في الراديو في التلفازه ماشي خدمته باش الناس ياخذوا احتياطاتهم من الوديان ومن الطرقان اللي بين الجبال؟ ايوا بقى تصور حتى يجرفك الواد، راه التعديل الحكومي قريب. ومصطفى الخلفي
اللي داير يدي على المجتمع المدني. واش هاد الجمعيه غير رشقات ليها وصلحات داك الملعب ولا كاينه شي حاجه اخرى؟ فين ما تجي تهضر مع الصحفيين ملي كيسالي مجلس الحكومه كتقول لهم ان رئيس الحكومه بدا الكلمه ديالو بالحمد لله. واش حنا محتاجين اننا نقولوا لك بسم الله والحمد لله؟ راه ماشي خبر صحفي. المره الجايه قول لينا راه العثماني غسل يديه قبل ما ياكل ودار الكرافطه ديالو قبل ما يمشي للخدمه، ومن بعد الحمد لله قال لينا راه السي العثماني ترحم على الضحايا واعلن على فتح تحقيق باش يحددوا المسؤوليه ديال من. اسيدي بلا ما تخسروا فلوس البلاد في التحقيقات، المسؤولين معروفين وهما نتوما. ايوا خليونا في الثقه راه عافاكم. وداك بوليف ما عرفناه واش وزير ولا داعيه، كل نهار بوجه، من نهار شد النقل والكسايد دايرين ما بغاو في الطرقان. المغرب بلد امن الحمد لله، ولكن الطرقان ديالو فيها الحروب. وعبد القادر عماره المكلف بالتجهيز والطرقان والماء واللي كيبان لينا ديما مقلق، ياك ما كان عارف بلي هادشي غيوقع لنا في الطرقان وبين الجبال وغيجرفونا الوديان. اسيدي غبشو كيف ما بغيتو وضحكوا علينا كيف ما بغيتو، عطاتكم الوقت ولكن الحساب راه جاي.